Arabic lesson number 18, house cleaning. تنظيف المنزل. تنظيف المنزل. تنظيف المنزل. Today is Saturday. اليوم هو السبت. اليوم هو السبت. اليوم هو السبت. We have time today. اليوم لدينا وقت كاف. اليوم لدينا وقت كاف. اليوم لدينا وقت كاف. We are cleaning the apartment today. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. I'm cleaning the bathroom. أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. My husband is washing the car. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. The children are cleaning the bicycles. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. Grandma is watering the flowers. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. The children are cleaning up the children's room. الأطفال يرتبون غرفتهم. الأطفال يرتبون غرفتهم. My husband is tidying up his desk. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. I'm putting the laundry in the washing machine. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. I'm hanging up the laundry. أنشر الغسيل. أنشر الغسيل. أنشر الغسيل. I'm ironing the clothes. أكوي الملابس. أكوي الملابس. أكوي الملابس. The windows are dirty. النوافذ متسخة. النوافذ متسخة. النفادح متسخة. The floor is dirty. الأرضية متسخة. الأرضية متسخة. الأرضية متسخة. The dishes are dirty. الأطباق متسخة. الأطباق متسخة. الأطباق متسخة. Who washes the windows? من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ Who does the vacuuming? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Who does the dishes? من يغسل الأطباق؟ من يغسل الأطباق؟ من يغسل الأطباق؟ Thanks for watching the video. Leave a comment if you have any questions. Subscribe my channel and see you in the next lesson.